مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم عمرو عثمان، ان شاء الله هكون معاكم النهارده في توتوريال سريع على برنامج سناب سيد. كل اللي انا هعمله ان انا اول ما هفتح البرنامج هلاقي المنظر اللي انتوا شايفينه ده، في علامة بلس في النص، هدوس عليها هيفتح لي الفولدر اللي انا حاطط فيه البيفور وافتر بتوعي، ومن خلاله عايز اجيب صورة معينة اعمل لها ايديت، وهي الصورة دي. في البداية انا مش هستعمل خالص اي من الستايلز دي، هعمل موضوع الستايلز ده في فيديو تاني. كل اللي انا هعمله ان انا هدوس تولز، ومن خلال التولز دي هبدأ اعمل البيزك ادجستمنت بتاعتي. هفتح شوية البرايتنس وازود شوية الساتوريشن عشان دي كانت جولدن اور، وحابب ان انا ابين فيها الشمس على وش ساندي. هقلل الهايلايت شوية، لازم انتوا شايفينها كده ورا، محتاج ان انا اظبطها شوية. وبعد كده هرفع الشادو السنة خفيفة، هاجي على الديتيلز هنا وازودها شوية. وبعد كده هعمل الوايت بالانس، انا حابب يكون في ميكس هنا ما بين الاصفر اللي انا عملت له ساتوريشن في الاول، وان الصورة تكون كول اكتر، يعني على ازرقات اكتر. فكل انا هعمله ان انا هروح ناحية -10 وادوس اوكي. بعد كده في التولز هجيب الانستجرام سايز عشان انزل الصورة دي، فهظبط مقاس الصورة بتاعي على 4 لـ 5، ده السايز بتاع انستجرام، واظبط الفريم بتاع الصورة بتاعتي بالشكل ده. بعد كده في هنا اوبشن لذيذ قوي في السناب سيد، روتيت. وانس ان انا دوست روتيت بيعمل لي اوتو روتيشن، بس هنا انا هضطر اعمله مانوال عشان يكون مظبوط اكتر بالنسبة لي يعني. فكده يبقى تمام. كل اللي انا هعمله هنا في الصورة دي ان انا ممكن احط جريني فيلم. لو انا عايز احط جرين وشايف انها هتليق على الصورة، انا مش شايف انها هتليق على الصورة قوي، فهدوس اكس. بعد كده اخش على فينيتنج، بيبقى عندي هنا انر برايتنس واوتر برايتنس. كل انا هعمله، لو انتوا تاخدوا بالكم ان الصورة بتفتح من تحت، لو زودت كده قوي هغمق بس حاجة بسيطة. وبعد كده من السلايد اللي تحت هجيب انر برايتنس، فبالتالي اقدر انور الجزء الخاص بوشها واللبس. هاجي هرجع تاني لتون ايمج، اغمق بس حاجة بسيطة. وبعد كده ازود شوية كونترست، واخر حاجة كمان هزود التمبريتشر حاجة بسيطة ناحية الكول، وازود الديتيلز كمان حاجة بسيطة. وبكده ابقى خلصت الصورة بتاعتي. كل انا اعمله عشان اشوف البيفور وافتر بتاعي، هدوس بس بصباعي على الصورة في النص بالظبط، هيجيب لي البيفور، اشيل صباعي هيجيب لي الافتر. عشان اسيف الصورة دي بدوس اكسبورت اللي موجودة على الطرف هنا، وبدوس ليها سيف لو انا عايز اسيفها، وبدوس ليها شير لو انا عايز اعمل لها شير مع ناس صحابي على الواتساب او واتيفر، انستجرام او فيسبوك او اي حاجة. في حاجة مهمة اوي حابب اقول لكم عليها هنا برضو، انه في الستايلز لو دوست عليها ومشيت للاخر هنا هلاقي علامة بلس. وانس ان انا دوست عليها الاديتس اللي انا عملتها دي هتتعمل ليها سيف. فبالتالي انا لو كتبت هنا ساندي اوت دور شوت ودوس سيف، هيبقى عندي نفس الايديتس هنا، نفس الايديتس. وانس ان انا دخلت اي وقت عايز اعمل لنفس الشوت دي
سيم ايديت اللي انا عملته اخر مرة، بدوس بس عليها كده وبيظهر لي الايديتس اللي انا عملتها. يا رب تكونوا استفدتوا النهاردة، ويا رب يكون التوتوريال ده خفيف ومفيد بالنسبة لكم. لو في اي سؤال اتمنى ان انتوا تعملوا لي كومنت عليها او تسألوني فيها على طول دايركت، وانا ان شاء الله هساعدكم فيها. شكرا، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية.